في شخص أعرفه كان عنده مشاكل كتير جدا في حياته وفي شغله، ده غير مرض والدته والديون اللي كترت عليه. الشخص ده وصل لحالة من اليأس خلته يفكر جديا في الانتحار. بيقولوا إنه جاب آلة حادة وكان ناوي يموت نفسه. مسك الآلة الحادة دي وبيغمض عينيه لأنه مش حابب يشوف الموقف. وفي مرة واحدة اتفزع على صوت تليفونه، بيبص على التليفون لقى رقم واحد صاحبه، بس الغريب إن صاحبه ده كان مسافر أصلا برا مصر. لكن اللي حصل إنه لقى الرقم المصري بتاع صاحبه ده بيتصل كتير جدا، رد عليه وسكت علشان يتأكد مين معاه، صاحبه ولا لأ. والمفاجأة إنه طلع صاحبه بالفعل اللي بيكلمه علشان يشوفه ويسأل عليه ويقوله إنه نزل أجازة مصر. فأول حاجة قالها له الشخص اللي كان هينتحر ده، أنا محتاج لك، أنا محتاج أتكلم معاك. وفعلا اتقابله وبدأ يحكي ويطلع اللي جواه، بالرغم إن المعتاد إن الشخص اللي بيرجع من السفر ده هو اللي بيحكي عن مغامراته. لكن المرة دي الموضوع اختلف، والشخص اللي زمانه منتحر قاعد يحكي ويتكلم ويفضفض لحد ما عيط عيط كتير وبحرقة، والكلام جاب بعضه. وطلع صاحبه اللي رجع من السفر ده مش عاوز يرجع تاني وحابب حد يروح مكانه الشغل، والفيزا جاهزة وكل حاجة تمام التمام. وسبب اتصاله إنه هيعرض على صاحبه ده يروح الشغل مكانه. يا الله، أنت متخيل؟ متخيل الصدفة؟ صاحب اللي بحكي عنه ده بيقول إن دموع الحزن فجأة تحولت لفرح، وفضل يحمد ويشكر ربنا ويقول يعني يا رب أنا كنت بغضبك وبعمل ذنب كبير وأنت بتنقذني وكمان بتفتح لي سكة خير وبتراضيني. الشخص ده كان لأول مرة في حياته يحس بمعنى وقيمة الفضفضة. بعد ما كان لوحده وبطوله بقى عنده سند يقف جنبه وفي ظهره وكتف يسنده. سمعته لغاية ما خلص كلامه وابتسمت له وطبطبت عليه ومشينا. علشان كده دايما تجري لأقرب حد ليك وتحكي له همومك ومشاكلك. لازم تعرف إنك مش لوحدك، وإن في إنسان ممكن يسمعك، وإن مفيش حاجة ملهاش حل. حتى لو أنت مش لقيلها حل ممكن يكون حلها عند حد تاني. فضفض، احكي، ما تكتمش جواك وما تهربش. الكتمان ممكن يوصلك لمراحل أنت في غنى عنها. فخليك دايما عارف إن ربنا ما بيشيلش حد أكتر من طاقته، علشان كده أنت شايل على قدك مش أكتر. ولو في لحظة حسيت إنه أكتر فده علشان أنت كاتم جواك وشايل همك جوا روحك، فمتقل شيلتك ومتقل حمل قلبك. فلو حسيت بكده اجري على أقرب حد ليك وشاركه وفضفضله حد ثقة، وشوف إحساسك وقتها بعمل إزاي. هيتحول 180 درجة. إحنا قابلنا مجموعة من الناس في الشارع وطرحنا عليهم سؤال، وأعتقد إن السؤال ده يهمكم برضو. استنونا بعد الفاصل. حسوا باحتياج اللي حواليكم بدون كلام، ركزوا في نبرة الصوت، في نظرة العين والتفاصيل، في الضحكة اللي متداري وراها وجع. فحسوا باحتياج الناس، ربنا يحس باحتياجكم. برنامج اطمن نزل الشارع علشان يشوف أحوال الناس. نزلنا الشارع علشان نطمن على الناس. يلا بينا. صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. 25 سنه صح؟ 16. ما هو محدش يعمل الرياضه دي غير لما حد يكون عنده يعني شباب. يا باشا شباب القلب يا باشا، مش السن. اسمك ايه يا فندم؟ ياسر صابر. شغال ايه يا فندم؟ انا مهندس مدني في هندسه القاهره، وعندي 67 سنه. طيب احنا منكم محتاجين نتكلم مع حد نفضفض معاه. اتفضل، انا تحت امر حضرتك. لا انت بتفضفض مع مين؟ تتكلم مع مين؟ 67 سنه العمر ده كله ما شاء الله. مع اختي ممكن. ممكن مع مين تاني؟ مع بنت عمتي. ولادي لا، دول مش فاضيين طبعا، واخد بالك؟ الولاد طبعا دايما مشغولين بشغلهم وحاجتهم. انا امبارح كنت متخانق مع حد، ناس معينه، حد غالي عليك قوي. ومخنوق خانقه جامده قوي. رجعت البيت، المهم وديت حاجات ورحت مخنوق قوي، ورحت النادي قعد لوحدي لمده ساعه ونص، العصير بتاعي خلص. بعد كده ممكن اتكلم مع مين بقى؟
لكن اثناء البتاع وانا مخنوق كده ممكن اغلط في حد، رهبط بالكلام، فلا زعل الناس مني. طيب اخر مره بكيت امتى؟ اخر مره بكيت امبارح. ليه؟ اتخانقت مع حد من الولاد عندي وقفوني. عيطت؟ اه. في السن ده؟ لوحدي مش معاهم، بيني وبين الناس. عيطت بينك وبين نفسك؟ اه طبعا. زعلوك زعل شديد؟ والله لا، يعني بص على حاجه، الواحد لما بيكبر في السن بيبقى عامل زي الصغيرين، يعني اي كلمه بتضايقه، وهم طبعا مخهومين جدا من شغلهم طبعا، عندي ثلاث ولاد يعني. فطبعا يعني كلامهم ما عادش فاضيلي، يعني بيرجع انا مش فاضي كمان، عندي شغلي وعندي حاجتي وعندي حاجتي بقى ايه. وانا مش مطلب مامتهم وانا اعزب يعني. فبرجع طبعا خباك، هم الولاد بيبقوا راجعين ما حدش فاضيلي طبعا، ولا انا فاضيلهم بصراحه يعني، هم يعني بس انا عايز 10 دقايق نتكلم باي حاجه بتاع، نتفرج على ماتش كوره مثلا، يبقى متابع دوري انجليزي دوري ايطالي. حد شافك وانت بتبكي منهم؟ لا ما بحبش خالص يعني. صباح الفل. صباح الخير. اشرب معاك كوبايه شاي. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ سلام. اتفضل. اشرب معاك شاي بقى. ده شرف ليا والله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. قاعد لوحدك ليه؟ لا ده انا مستني، بس هنعمل ميتنج هنا النهارده ان شاء الله في الشغل. طيب بص يا سيدي، اوقات كتير الدنيا بتفيض بينا، نكون متضايقين تعبانين وعايزين نتكلم ونفضفض مع حد. انا عايزك تقول لي تفضفض مع مين لما تكون متضايق؟ والله هو في انطباعين في الموضوع ده، انطباع ديني وانطباع شخصي. بس خلينا نتفق على حاجه في البدايه، انا مش عايز كلام منمق، انا عايز كلام من قلبك. لا ما هو ده الصح، تحكي وتتكلم. يعني احنا يعني انا المفروض لو انا متضايق مثلا حرك بصلي ركعتين وفضفض مع ربنا، شخصي بوجه شخصي بفضفض مع اخويا، ليا اخ ليا كبير بفضفض معاه، او زوجتي، هم دول اللي انا بفضفض معاهم. انت لما بتكوني متضايقه بتتكلمي مع مين؟ والله بتكلم مع ربنا. بتكلم مع اولادي، ليا الحمد لله بنتين وولدين، بيبقوا متفاهمين كلامي يعني، متعاطفين معايا الحمد لله يعني، فبتكلم معاهم، بحس براحه نفسيه، بتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، بصلي، بدعي بيقين يعني، مش اللي هو يعني بدعي وانا حاسه مستشعره قدره ربنا سبحانه وتعالى، فبعدين الحمد لله يعني بحس براحه نفسيه، بلاقي الامور انفكت، الازمه انفرجت شويه. ساعات بفضفض مع نفسي، اغلبيه الوقت بفضفض مع نفسي، ممكن اتكلم مع والدتي بفضفض معاها في اي مشكله بتقابلني، فبترد عليا بتصبرني بالكلام وتهديني، وبحس ان انا ارتحت لما بفضفض معاها. يعني انت شايف ان والدتك هي الشخص الوحيد المتاح ان انت تتكلم وتفضفض معاها، اكتر حد فاهمك؟ اه اكتر حد فاهمي طبعا بعد ربنا طبعا، في صلاتي برضو بقى يعني الواحد بيقعد يدعي وكده ان يا رب عديني المحنه ديت، او لو انا في مشكله مثلا يا رب وقف معايا، الكلام ده كله، ومع والدتي طبعا اكيد. عايز اقول لك ان الواحد اوقات، انا شخصيا بيحصل معايا كده حقيقي، الواحد اوقات الدنيا تكون واخداه، تلاقي واخد جنبي كده وقاعد يتكلم، لا عايز يحمل حد همه ولا لاقي حد اصلا يسمعه ويطبطب عليه، من وسط الارقام الكتير على الموبايل، من وسط الزحمه اللي حوالينا، تلاقي واحد ولا اتنين هو اللي تقدر تتكلم معاهم. عندك حد من اصدقائك بتتكلم معاه وتفضفض معاه وضامن ان هو مش هيطلع سرك بره؟ عندي حد ممكن بفضفض معاه وبحكي له باريحيه وبينصحني للصح، هو اكبر مني سنا وكده يعني، فبيفيدني بالصح. على كل حال انا بشكرك. الله يبارك لك. الله يبارك. مبسوط ان انا قابلتك. يلا شوف حالك بقى. شكرا. راح فين؟ اقعد شويه كده على الكافيه. اشوفك على خير. مفيش حد يا جماعه الا لو محتاج يفضفض، محتاج يعبر، محتاج يصرخ ويقول للناس انا هنا، انا محتاج لكم، محتاج اتشاف، محتاج كل الكركبه اللي فيا دي تتفلتر وتتمسح باستيكه علشان ترجع روح خفيفه وطايره ومش شايله هموم ولا مليانه حزن وكبت. كلنا بيجي علينا وقت وبنبقى حاسين ان خلاص الدنيا ضاقت بينا قوي، ومحتاجين نحكي، محتاجين نخرج اللي جوانا، محتاجين نفضفض، والا ممكن ننفجر لو فضلنا شايلين كل ده جوانا. علشان كده الفضفضه دايما بتريح القلوب وبتخليك تستصغر حجم مشاكلك وتلاقيها قلت النص لما تشاركها مع حد.
كلنا جوانا حاجات كتير قوي محتاجين نفضفض بيها ومحتاجين حد يشيل معانا. يسمعنا كويس، يسيبنا نحكي ونفضفض ونقول اللي جوانا، نوصف كل اللي واجعنا ونخرج همومنا ومشاكلنا، والشخص اللي هتفضفض معاه ده يحسسنا فعلا انه شايل معانا، انه جنبنا وان سرنا في بير حتى لو افترقنا لاي سبب من الاسباب. اصل نص حل المشاكل في عرضها. جربت مره كده وتفضفض وتخرج كل اللي جواك مع حد، حد بتثق فيه؟ جرب مره كده قبل ما تتوجع من الدنيا، تلجا لحد قريب ليك وتفضفض له، تحكي له مشاكلك وهمومك ومشاعرك وقد ايه انت مكسور وبتعاني. جربت يبقى عندك الشخص ده اللي تجري عليه اول ما تلاقي الدنيا ضاقت بيك؟ صدقني لو ما جربتش فانت فايتك كتير قوي. اصل مشكله الكتمان ممكن توصلك لمرحله انت مش حابب توصل لها، علشان كده لازم تلاقي سندك. الونس اللي عنده القدره انه يسمعك كويس قوي وكمان يحتويك، يهتم بكلامك ومشاكلك، حد لاسلوبه يطمنك ويفرحك، او بمعنى اجمل يطبطب عليك بحنيته وحبه ليك. ويوم ما تقرر تجري على صديق ليك او حبيب او حتى اخ او اي حد بتثق فيه، ابقى عرفه انك لجأت له علشان هو اكتر حد بتثق فيه. فهمه انه اخترته من وسط الزحمه اللي حواليك علشان هو اللي يشيل معاك ويسمعك ويرشدك للطريق الصح. ارفعوا معنويات بعض يا جماعه، واجهوا الحياه سوا، لان المشاكل كتير جدا بس السند قليل. علشان كده اوعوا تخسروا او تكسروا بعض، وخليكوا دايما الجزء الهادي في حياه الناس. شكرا ليكم والى اللقاء.